يا صباح الورد والفل والياسمين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم فيديو جديد. حبيت هيك ابدا الفيديو معكم بهالجو الحلو اللي بيجنن وفنجان القهوه والكحك اللي بياخذ العقل. عملته معكم اكثر من رائع، ضروري صبايا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم، لأنه هذا أطيب كحك ممكن تعملوه بشد. يعني إن شاء الله اليوم فيديو كتير حلو وكتير مميز، رح نقضي هيك يومنا بالكامل إن شاء الله. في كيدزينيا عن جد كنا محتارين وين بدنا نودي الأولاد، وين بدنا نطلعهم بالعيد يعني، وكنا عم ندور هيك ونسرش شو أماكن الخروج بالقاهرة وشو أحلى أماكن لحتى يطلعوا فيها الأولاد. انا كنت ما اخذتهم قبل على كيدزينيا، فلقينا انه يعني هن نحبوا كمان يكرروا مره تانية، ولقينا انه احسن مكان انه فيه بيتعلموا شغلات جديده، خاصه انه بنوتي وقت راحت المره اللي فاتت كانت صغيره فهلا كبرت يعني، فكتير حلو انه نعيد التجربه مره تانية، لانه عن جد مشوار كتير مناسب للاطفال، خاصه اذا سن ولادكم بيتراوح ما بين 7 سنوات لل 14 سنة، فهو هذا المكان المثالي والوجه المثالية لحتى تستمتعوا وتقضوا أحلى وقت يتعلموا ويستفادوا منه. هلأ أول ما بتفوتوا هي كأنه فايتين مطار أبدا، وبتكون تحجزوا تيكتس للدخول كأنه طيارة وداخلين مطار. أول ما بتفوتوا المفروض بتدفعوا تذكرة الدخول، تذكرة الدخول هي تقريبا للأطفال بتتراوح ب 500 جنيه أو زيادة شوي مصري، والمرافق بتكون 100 جنيه. لما بتعملوا التذاكر بيعطوكم فلوس، هاي الفلوس بتكون بالعملة الكيدزيني، فبتروحوا على البنك، هونيكي في بنك السي اي بي، بتدخلوا الفلوس بالفيزا، بتعملوا فيزا بالبنك وبتدخلوا الفلوس بالفيزا. وعلى فكرة الفيزا بتضلها معكم، يعني انا كانت الفيزا عملت لهم اياها من المرة اللي قبل، فبس اول ما وصلنا راحوا على البنك وحطوا الفلوس بالفيزا. المفروض انه هيك في هونيكي في هاي المدينة بيشتغلوا الاطفال، يعني مثلا بيشتغل مهندس، بيشتغل طيار، بيشتغل صحفي، بيعمل هيك ريبورتاج تقرير صحفي، وبيشتغل بالبريد، بيشتغل بشغلات كتير. ولما بيشتغل بيجمع فلوس، فبيضيفوا له الفلوس هاي على الكريدت كارد اللي معه، وممكن بعد هيك يروح يشتغل شغلات يدفع فيها فلوس، يعني يدفع فلوس وهيك. هلا اول ما بتفوتوا بتلبسكن ساعة كل اللي داخلين، سواء كنتوا مرافقين أو كنتوا أطفال، فلازم تلبسوا هاي الساعة وقت بتدخلوا، وقت بتطلعوا بيشيلولكن الساعة، وبيعطيكن تيكيتات شكلها أبدا مثل تيكيتات الطيارة. كانوا مبسوطين هيك، تصورنا وإحنا هيك لابسين الساعات. وبتفوتوا مثل ما قلت لكم، بتفوتوا كأنكم داخلين مطار أبدا، كأنكم داخلين دخلة المطار لا حتى توصلوا. وأول ما بيوصلوا المفروض بيروحوا على البنك لا حتى يحطوا الفلوس تبعهم. احنا أول ما دخلنا سألنا مركز المعلومات وين البنك، هون وصلنا السي اي بي. هنحط الشيك في الفيزا، هنحط الفلوس في الفيزا. هيك هن بيفوتوا لوحدهم طابور، بيروحوا لموظفة البنك وبيقولوا لها انه احنا بدنا نحط الشيك بالفلوس اللي فيه بالفيزا. وبعدين هيك هون سنتر المدينة بصيروا بيدوروا على مكان لحتى يشتغلوا فيه. المفروض انه الاطفال بتوقف بلاينز بطوابير، هن اللي بتحجز المكان وبيختاروا اي لعبة بدون يفوتوا. كانت هون عاملينها جديدة، هي ما كانت السنة اللي فاتت تنقيب على الاثار. وهون اوتيل، هون البريد، وبتطلعوا بالدور اللي فوق فيه المصانع اللي بيشتغلوا فيها. هون في عندكم شاشة بتكون موجودة، هاي الشاشة بتبين لكم الوقت اللي باقي للعبة، بتبين لكم قد ايه بتاخد كباسيتي، عدد معين من الأطفال، وقد ايه لازم تدفعوا فلوس فيها أو تاخدوا فلوس. أول شيء هن حبوا يدخلوه هو مصنع جهينة تبع الزبادي، طبعا هي الشركات يعني الشركات الحقيقية بتعمل مثل دعاية لإلها. وهنا أحلى شيء كان لفت الانتباه، بلفت انتباهكم لما بتفوتوا هو السما، إنه هن عاملين لهم سما للمدينة كأنه سما حقيقية يعني. فهون عم نستنى مصنع الزبادي والألبان لحتى يخلص الوقت، الناس اللي جوا لحتى يدخلوا أطفال تانيين. المفروض إنه بياخد 8 أطفال بيوقفوا
مثل ما قلت لكم بالدور لحتى يعملوا زبادي. هون جنب مصنع الزبادي في مصنع الشوكليت ديري ميل. اول ما بيفوتوا لازم يدخلوا انه هن دخلوا يدخلوا على السيستم، يعني انه هن دخلوا يفعلوا الفيزا. اذا بدها تعمل ديتاكت تخصم من الفيزا، تخصم من اول ما بيفوتوا، وبعدين بيعلمون كيف يعقموا ايديهم، كيف يتعقموا، وكمان بيلبسون اللاب كوتس وبيلبسون الهيد كفر على عشان شعرهم يعني ما يتلوث الزبادي. هيك بيعلمون، وبعدين بيصيروا يعلمون الزبادي والتغليف، وبعدين بيعطون وحدة زبادي هن تعلموا كيف يصنعوها بنفسهم. طبعا قد بياخذوا معلومات جدا مفيدة، وبيعيشوا تجربة كأنهم بمصنع حقيقي، وبيتعلموا طريقة التصنيع الحقيقية، وكمان هيك بيتعلموا كيف يلبسوا بالمصانع، وبيعيشوا هيك أجواء وبيعيشوا تجربة. عن جد التجربة، يعني هن بيعيشوا جوا مصنع الزبادي مثلا 20 دقيقة تقريبا، كل مهنة 20 دقيقة. بيقضوا تذكرتهم بتكون لمدة 6 ساعات، وفي تذكرة بتكون أعلى بيقضوا فيه يوم كامل في كيتسينيا. فهون هن بيتعلموا كيف يصنعوا والبسترة وهيك شغلات، وبيتعلموا كيف إنه بيغلفوا. بتحكي معهم تشرح لهم بالضبط الطرق الأساسية في التصنيع. عن جد بياخدوا خبرة 20 دقيقة بيعيشوا فيها متعة، بيكونوا كتير مبسوطين. وهناك كمان الموجودين يعني كتير كتير فريندلي، ولازم هيك يتعاملوا مع الأطفال، بيبتسموا بيتعاملوا حلو مع الأطفال. وهن طالعين بيعطوهم علبة الزبادي اللي هن صنعوها. بيكونوا قد بيكونوا هيك الأطفال استفادوا وتعلموا شيء جديد، وبعدين قرروا يفوتوا مصنع الشوكولات ويحضروا الشوكولاتة. بيصبوا لهم ياهم بقوالب وبيعلمون كيف يطلعون بيكبسوها يطلعوها من القالب، وبيقعدوا بيشرحوا لهم عن صناعة الشوكولاتة بالأول. برضو بيعيشوا تجربة كتير مميزة. هوني برضو بيفوتوا الأطفال من سن 7 على سن 14 سنة، 8 أطفال. اول ما بيفوتوا مثل ما انتم شايفين بيعلمون كيف يعقموا ايديهم، بيكونوا ملبسينهم اللبس الخاص بمصنع الشوكولاته، وهيك شايفين وراهم في هي الشوكولاته عم تلف كيف هيك بيعبي لهم اياها بقوالب. وبعد ما بيحضروا الشوكولاته المفروض بيعطوهم هيك مثل ورقه، بينزلوا بياخذوا الشوكولاته اللي هن صنعوها من السوبر ماركت، يعني ما هياخذوا اللي هن حضروها بقوالب لا، علشان التعقيم وهيك بياخدوا واحدة جاهزة من السوبر ماركت. طبعا هيدا برضو دعاية لشركة كادبوري، بس في نفس الوقت الأطفال عاشوا تجربة جدا رائعة وأخذوا معلومات كتير كتير حلوة. مثل ما شايفين السما بتاخد العقل بالمدينة، جد شوارع حقيقية وإضاءة وشاشات بتعرض، وموجود على الشاشة قد بيدفع فلوس وقد بياخد فلوس لما بيشتغل هاي الوظيفة. فعن جد متعة لا متناهية بيعيشوها الأطفال، وكمان أنتم بتكونوا كتير كتير مبسوطين بالأجواء والموسيقى والديكورات اللي معمولة، وأنتم عم تشوفوا أولادكم عم يتعلموا شغلات جديدة، عم يتعلموا صناعات جديدة. بيكون عن جد تجربة ولا أروع من هيك. وكمان في أكشن، في شغلات كتير فيها أكشن. هوني بعد ما خلصنا من مصنع الشوكولاتة مثل ما شايفين على الشاشة ببين لكم قد ايه بيقعدوا ديوريشن، بيقعدوا 20 دقيقة، والكباسيتي تبعها بتكون 8 أطفال. هون معهم القوالب اللي عبوها من الشوكولاتة، بدهم يتعلموا كيف يفرغوا الشوكولاتة من القالب ويكبسوه هيك بقوة لحتى يتحضر الشكل لوح الشوكولاتة اللي بيشتروه من السوبر ماركت. هلا ما بتتفقوا معي قد ايه تجربة رائعة لطفل عنده 7 سنين انه يفوت هيك مصنع ويلبس نفس المصنع ويقعد يسمع ويعيش هيك مغامرة؟ عن جد ولا اروع من هيك. هون قال دخل الفرز الشوكولاتة، بيعلمون انه بتتجمد وبعدين بيطلعوها بيصيروا بيوزعوا القوالب الشوكولاتة على الاطفال لحتى يفضوا الشوكولاتة من القالب. زي دي 80 جنيه 80 في حالها. مثل ما شفتوا اعطوهم ورقه بقيمه الشوكولاته، وهن نزلوا من السوبر ماركت بدلوها بالشوكولاته. Thank you.
حبوا يفوتوا البريد المصري، مفروض في كذا وظيفة هنم يعملوها، بيختاروا واحدة منها، يا إما بيلونوا طوابع البريد، يا إما بيطلعوا بيجمعوا فواتير الكهرباء تبع المدينة، يا إما بيعملوا شهادة ميلاد على الكمبيوتر. هون يا دولي المفروض إنه في حريق بالأوتيل وهنن بدهم يطفوا الحريق. هون هذا المفروض موقع إنشاءات، قال يعني إنه الأطفال هدول تعرضوا لإصابة بالموقع، فبدو يجي الإسعاف لحتى إحنا لازم نروح نجيب الصور من الفوتو لاب علشان يعملوا شهادة ميلاد بالبريد. مفروض نروح ندور على مكان اسمه الفوتو لاب. هذا الإسعاف حيروح ينقذ البنت اللي وقعت اللي كان عليها حجر في الإنشاءات. لسه مندور هون في مدرسة طهي كمان، مندور على الفوتو لاب. ما بعرف هون شو بيعمل، في سوبر ماركت مفروض انهم بيشتروا من السوبر ماركت، بيعملوا تسوق كمان. وهي استديو التصوير، مفروض من هون ناخذ الصور. الاثار الاثار طلع مش متكتسب، لسه فاضل لهم 15 دقيقة. هنروح مستشفى الناس نعمل فحص نظر علشان وبعديها نعمل رخصة القيادة، وبعدين هعمل رخصة قيادة. رخصة قيادة هنتعلم الأول قواعد السواقة، وبعد كده هنعمل الرخصة، وبعد كده هنروح هنا. أنا متعلمها والله. أوكي يلا بينا. طبعا شو بياخد العقل. رح نطلع الدور اللي فوق مستشفى الناس نعمل فحص نظر. تي بي سي هنا صحفي تلفزيون. صالون التجميل. Thank you.
مثل ما شفتوا هون باستديو التصوير شرحت لهم عن تاريخ التصوير وليه اخترعوا الكاميرا وبأي سنة وعن شركة كانون، وبعدين كمان علمتهم كيف بيركبوا القطعة تبعت الكاميرا وكيف بيستخدموا الكاميرا وكيف بيشيلوها، وكمان طلعتهم جولة في المدينة لحتى يصوروا لقطات وصور ويتعلموا كيف يستخدموا الكاميرا. بتهيألي كانت تجربة جدا رائعة، عن جد بيتعلموا فيها الأطفال كتير معلومات مفيدة. كل 20 دقيقة بهاي المدينة هي شيء كتير حلو للأولاد لحتى يقضوا وقت جدا ممتع ويتعلموا وظيفة جديدة وياخذوا فكرة هيك بسيطة، تجربة بتجنن. المفروض انهم رايحين يصوروا حاجات برا يطبقوا اللي هم اتعلموه في التصوير. احنا هنا المفروض في وسط المدينة، عايشين الدور. ما هي الرياضة التي تمارسها في كل مكان؟ في الأماكن المفتوحة. هنسأل الناس يعني؟ هنسأل الناس في الشارع. طب المفروض نسأل كم شخص؟ السؤال اللي بعده هنسأل مين؟ يلا، ما ينفعش حد شغال في اللانا، ما ينفعش أطفال. ما ينفعش أطفال. ده سؤال. طب شوف، كم مرة في الأسبوع نحب يجب علينا نمارس الرياضة كل يوم؟ نمارس الرياضة فيها. طيب هنس الصحفيين عملوا التقرير وراحوا يسلموا التقرير لجريدة الأهرام. هنلحقهم. المفروض بعد ما عملوا التقرير الصحفي بيكتبوه بالجريدة وبتعطيهم ورقة مطبوعة انهم هنن اللي عملوا التقرير، وانهم هنن كمان في صورتهم، وانهم بقلم يعني، وبتكتب اسماء الاطفال اللي عملوا التقرير وبيخليهم على الكمبيوتر هنن بيكتبوا التقرير. هون كان جنبهم مدرسة الطهي، كانت يعني بنتي مخططة قالت لي انا لازم اعمل كوكيز. تقريبا بيعملوا كب كيك. المفروض بيتعلموا سك العملة. درسة الطهي واحد يعملوا كب كيك تقريبا او كوكيز. هون ابني بيعمل سك العملة والبنت بمدرسة الطهي بتعمل كوكيز، المفروض انه بياخدوا فلوس لما بيتعلموا كيف يعملوا العملة. هاي التحية تبع كيدزينيا، تعلمهم اول شيء يعملوا التحية وبعدين يعقموا ايديهم
وبعدين بيبتدوا يتعلموا عن سك العملة. شايفة بتعمل كليننج وبعدين بتدخلكم بتنظف. ابتديت شوي تخف الزحمة، الشوارع شوي أفضل. بما إنها فاضية ممكن ما يرضوش. كيف بينطفوا الآثار وبيتعاملوا معها، وهي أصلا هي أصلا بتكون مدفونة على الناحية الثانية، هم بينقبوا عنها وطلعوها وبينطفوها وبياخدوا معلومات. طلع الكب كيك. هم بيعلموهم دانسينج في الأكاديمية، بيطلعوا ويطبقوا اللي هم تعلموه من الرقصات وبياخدوا فلوس بالمقابل. حنرجع علشان نشوف الكب كيك شو صار فيه. هون طلعت ريحة الكب كيك. هي بتشوفوا هلا بالفرن هو لسه جوا. طالع الكب كيك من الفرن. هون اخر سيارة اسعاف، خلص لانه عم ينادوا انه عم يقفلوا. كب كيك سخن. شوف شو صار بالكب كيك. نساوي الكب كيك هذول اخواتها. دايما نوتي عم تساوي كب كيك، تقريبا عم تعملوا ديكوريشن. واو بيرفكت. يعني ريحته طيبه كتير كتير كتير. انت اللي عملتي الكب كيك؟ عرفتي الطريقة؟ حفظتي الطريقة؟ يا عيني. طيب الكب كيك. وهون بيتعلموا كيف قيادة الطائرة، يعني بيلبسون لبس الكابتن تبع الطيار وبيعلمون طائرة افتراضية هيك، بيعطون معلومات عن كيف بيقودوا الطيارة. الكتزيني دي تماثيل الكتزينيا لما استقلوا مكتوب فوق الاستقلال. هم دول فعلا شبه كوكو شبه لولو، وهي النملة تبعهم. الاميجريشن الخروج، حنهاجر للقاهرة. We are the face of our nation. وجه الوطن. خلصت جولتنا. طلعت في المكسيك. خلصت جولتنا بكيتزينيا. خلص هيك قفلوا. 6 ساعات. وطبعا بعد ما خلصنا رحلتنا بكيتزينيا انطلقنا على كايرو فيستيفال جنبا، كنا ميتين من الجوع فطلبنا اوردر هيك بيتزا وساندويتشات كريب هيك شغلات.
هيك لهون فيديو اليوم بيكون خلص. بتمنى تكونوا قضيتوا رحلة ممتعة معي بهذا الفيديو، جد كتير فرحت أنا والولاد، كتير كتير انبسطنا وكانت أجواء كتير كتير حلوة. ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب، بحبكن كتير كتير من قلبي، عيدكن سعيد، رح أقولكن باي باي، سلام.